رمضان كيف ما كان يكون حلو، كان أول وكان هلأ. يعني كان أول في بركة أكثر. لا قبل كانت كتير حلوة، كانت بين الأهل كذا، بس هلأ شوي يعني اختلف، يعني أهلنا تغربوا وطلعوا لبرا، تشتت شوي الأسر يعني هيك. والله كان أول إنه بسبت الوضع غير هيك، يعني التمر الهندي والصوص والأكلات يعني تختلف والعيلات تهتم وهيك. هلأ بسبت هالغلا هاد ما صفي منه هذا الشيء، يعني ما عاد حسن واحد توفر له كله، ولا عاد العيلات التميت، ما عاد صفي مثل الأول، ما عاد صفي هالسكبة هاي. قبل سبحان الله تلمي لك 4-5 صفون على طاولة واحدة، تقولي هاي بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. هلأ ما في، يعني كم جارة بس ما أكتر. هلأ الأجواء بالأول كانت غير هلأ، يعني إن كان بالطبخ أو بالأكل عرفت شلون. هلأ أكتريته صار يطعموا على المطاعم، وبالأول كانوا يعتمدوا على البيت، تمرق بالحارة تشم ريحة الأكل يتروحن الواحد. أما هلأ بتمشي ما في لا ريحة ولا يحزنوا، كلهم مطاعم حطوهم على الرأس، عرفت علي شلون، دقولهم بالدف مثل ما بيقولوا. هون الأجواء أحلى، يعني بتحس ناحية أول شيء طيبة القلب، ناحية الأشياء اللي بتنباع برمضان هون مثل التمر مثل الجلاب مثل العرق السوس، هيدي أشياء نحن يعني قديما كان بيجي ياخذنا على الأسواق نفرجينا عليها وهيك، لا الحمد لله بعدها موجودة بالشام. الله يحمي الشام وأهل الشام. رمضان هو يعني روحتي على الجامع لصلاة أداء صلاة التراويح، يعني بستمتع متعة يعني ما بعدها متعة روحانية وجمال، وتحسي بالألفة بتحسي بالتراحم أكثر، وقت تشوفي كل هالعالم نازين يعني بوقت واحد نازين على جامع لصلاة التراويح. وإيه أنا شخصيا كثير بحبها، يعني أنا عندي رمضان هو التراويح بغض النظر عن الأكل ولذاذته وطيابته وتشكيلته. رمضان كثير بيعني أشياء كثيرة، يعني منا الصيام إنه نتعود على نربط نفسنا، مثلا الصبر، مثلا من روح الصلاة. برمضان ذكرنا بكثير شغلات، ذكرنا مثلا بالصلاة، مثلا بالرحمة، بالمودة، بالتآلف. سابقا رمضان يعني في بهجة أكثر من هيك، لأنه السنة سوء الغلاء المعيشة أثر على المواطنين، لأن الحياة صعبة كانت، والآن يعني كل شيء أي شيء غالي. العادات والله ما بتتغير، العادات حلوة العادات، يعني لحد الآن في سكبة بين الجيران، في نسكب لجيراننا أكل بيبعثونا هن كمان نفس الشيء، يعني مروا على صلاة التراويح، نجتمع نحن والجيران ونروح نحن وياهم على صلاة التراويح. سبحان الله كانت تختلف هاللمية هالمحبة العالم كلها، لنص العالم سافرتك أمي تشردت. وتاني شغلة هالغلا هذا يعني ما عاد عدا عزم حدا مثل الأول، يعني سبحان الله شايفة الدنيا كلها شلون صارت. بالعادات الأولانية كانوا يعزموا أهل البيت، إن كان قرايبين وإن كان أخوال وإن كان إلى آخره، على الصدفة صارت، فلا كل واحد اللهم نفسي، عرفت عليش ليش؟ لأنه صار كل شيء غالي. بالأول كان يعني مرح شوي، كان الواحد بالأول يعزم كان قرايبينه وإن كان أهله وإن كان إلى آخره، يحط ما فتح ورزق وأقدر ما يكمل، يعني ما يكمل المصروف. أما هلأ أقل شغلة بدك تحط لك بالألفات، ما معه من أبدأ. أكيد تختلف، من قبل كان أكثر يمكن في تواصل، أكثر في يمكن تراحم. هلأ إذا أخوة بنفس البناية ما ببعضه، كل طقوسه اختلفت. يعني هلأ ما في أكثر من أنه على الأذان، أنه الجمعة، جمعة العيلة. بس قبل كانت على يعني على شغلات أوسع، على عائلة أكبر، على جيران، على يعني في شغلات اختلفت كتير، يعني ما في جمالية مثل قبل.